اوكي بهالبارت رح نحكي عن الالكتريكال بارت. خلصنا هلا الميكانيكال درايف، حنيجي على الالكتريكال. هاي في عندنا هون 3 تيرمينالز تاعنا الموتور، وهي 3 تيرمينالز اللي جايين من السورس الار والاس والتي. حنخوض كمان شوي بتفاصيل الانفرتر، بس نفرض انه هون في 3 فيز سيستم. نيجي ندخل على البلوك هذا، هذا بلوك بسيط مجرد انه بيعمل ميجرمنتس. عم نقيس اللاين فولتج، سوري هون الفيز فولتج كل وحده من هدول، واللاين كارنت. بس احنا المهتمين فيه هو اللاين كارنت، فاحنا ماخذين هاي اللاين كارنت كلهم الثلاثه مدخلينهم على مكسر ومطلعينهم كاول اوتبوت. هذا الاوتبوت عم يروح هون على اي ال ال، بعدين مندخله هون على السكوب حتى نشوف النتيجه اللي هي هون مبينه لنا. هلا بعد هيك ماخذين في لاين وحده اللي هي هاي، ماخذينها بين الار والاس. هيها هاي الار وهي الاس. هون طبعا هدول 3 تيرمينالز هدول الانبوت، و4 و5 و6 هدول الاوتبوت. ماخذينها هاي از السكند اوتبوت اللي هو الفي لاين، بس حتى نتاكد شو الفولتج اللي مطبقه على الموتور. برضو احنا عملنا الميجرمنت اللي هي ال3 فيز فولتجز، بس ما اخذناها كاوتبوت، فقط مهتمين بالفي لاين تنتاكد انها 400 فولت او النيدد فولتج على الموتور. طبعا هون احنا عندنا هي ريتد 400 ومعطينه 398.8. هسا نيجي على الانفرتر. الانفرتر برضه فكرته بسيطه، في عندنا 6 اي جي بي تيز 3 ارمز، في عندنا هي الارم الاولى وهي الثانيه وهي الثالثه. هدول حنعمل عليهم سويتشنج بطريقه معينه لحتى يعطونا ار واس وتي اللي هم ال 3 فيز كارنت، ال 3 فيز فولتجز اللي حنشبكهم على الموتور. اللي مسؤول عن السويتشنج هون هو البي دبليو ام جنريتر. فكره البي دبليو ام جنريتر بسيطه، عندنا هون 3 ساين ويفز، هاي الساين الاولى هاي الثانيه وتحتيهم الثالثه، هم ال 3 كونفنشنال ساين ويفز، يعني مجرد ساين ويف قيمتها واحد، هاي مشفته صفر، هاي مشفته 120 او سالب 120 بالاصح، وهاي مشفته سالب 140. طبعا بنعملهم عن طريق انه نضرب التايم بالفريكوانسي في 2 باي، بنجمع عليهم الفيز بندخلهم على بلوك اسمه ساين، بعدين القيمه النهائيه بنضربها بالام اي. الام اي اللي هو المودوليشن اندكس باي ديفولت هو 1، قيمه الساين باي ديفولت 1، مو شرط تكون 1، ممكن تكون اقل من 1 لاسباب معينه حنحكي عنها بالفي اف درايف بلوك. هسه هدول الثري ساينز راح نقارنهم مع تريانجلر فانكشن. في عندنا هون ماتلاب فانكشن كتبناها، هاي بتعطينا تريانجل، مندخل عليها النيدد كارير فريكوانسي والتايم. يعني التريانجل هون هو الكارير، وهدول حنقارنهم بالكارير. حنقارن كل وحده من الساينز هاي، هون في عندنا كومباريتور، نقارن اول ساين بالكارير هاد وثاني ساين وثالث ساين بالمقارنه، بنشوف انو اعلى وبناخذ تو اوتبوتس. اذا الساين اعلى بيطلع عندنا الاوتبوت 1 اون والاوتبوت 2 اوف. هون في عندنا داتا كونفرجن من دبل للوجيكال اوبريتور، نفس الشيء هون ونفس الشيء هون، يعني في عندنا 3 pairs of output، في عندنا 1 و 2 مع بعض، 3 و 4 مع بعض، 5 و 6 مع بعض، 2 عكس 1 و 1 عكس 2، هون نفس الشيء 4 عكس 3 و 6 عكس 5. يعني هي 6 outputs هون، هي 1 واللي عكسها 2، يعني لما يكون 1 شغال 2 حيكون طافي، وهي 3 وهي 4 وهي 5، برضو اللي عكسها اللي هي تحتها مباشرة اللي هي 6. هلا احنا ليش بنينا في PWM generator؟ السبب الرئيسي كان انه نحط carrier frequency بدنا اياه. ممكن اليوزر يحتاج يغير الكارير فريكونسي، هي الكارير فريكونسي هون محطوط كانبوت، وهي الكارير فريكونسي هون كانبوت، وبالفيرست انترفيس هي الكارير فريكونسي، من هون اليوزر بيقدر يغيره. باي ديفولت حاطينها 8000 هرتز. برضه النقطة الأهم اللي هي الـ MA والـ F. الـ VF درايف يعني بأبسط شكل له هو عبارة عن درايف حيحدد قيمة لـ MA ولـ F. هدول القيمتين الـ MA والـ F حيأثروا على الفولتج النهائية المطبقة على الموتور وعلى السبيد تاعته. طبعا بشرط انه نحافظ على التورك المطلوب حتى ما ينهار السيستم. فنقدر نبني سيستم
الـ MA والـ FE as inputs بنينا احنا الـ PWM generator. اوكي ضل شغلة بسيطة هون اللي هي حكينا الـ V-line ماخدينها احنا، هاي الـ V-line ماخدينها بين R و S. هون بالمين بلوك مدخينها على فورير، بنضربها بساين ونضربها بكوساين، بناخذ الريل بارت والايمجينري بارت، فبيطلع عنا اللي هو الماجنتيود والفيس. ليش عملنا هيك؟ طبعا الفولتج اللي طالعه هون هي عباره عن بي دبليو ام او سويتشنج فولتج، يعني لو تفرجنا عليها حنلاقي سكوير ويف، احنا بدنا نشوفها كساينوسويدل. فبناخذ الفاندمنتال فريكوانسي مندخلها على الفورير بلوك ومنشوف كيف طلعت معنا. هذا الفورير بلوك احنا عملناه كونه الفورير بلوك الموجود اصلا ما بيسمح انك تدخل فريكوانسي السيميلينك انبوت، انه بيطلبها ك ك كانبوت يعني كبارامتر زي مثلا الموتورز اللي هون. فهون احنا بنقدر نعرف الفي لاين بالضبط او الفاندمنتال تاعتها. هيك بنكون خلصنا الالكتريكال بارت وخلصنا الميكانيكال بارت. ضل اللي هو البارت الاهم اللي هو الفي اف، كيف الـ VF هذا بيشتغل وشو الميزات تاعونه.